تعادل سلبي بدون اهداف بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي في شوط جيد من النادي الاهلي لا ينقصه الا تسجيل الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع نشوف اراء محللنا الفنيه على احداث الشوط الاول، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي وان كان النادي الاهلي هو الافضل. النادي الاهلي الافضل، النادي الاهلي لا، الفرقتين كويسين قوي. انا بصراحه يعني وانا بتفرج عاجبني الاثنين جدا، الاثنين بيلعبوا بروح عاليه جدا، عشان كده احنا قلنا الدوري السنه دي مش هيبقى سهل. وما ينفعش يا ايمن السكواد بتاع الاسماعيلي ده بالشكل بالتدعيمات اللي حصلت دي كلها وهتستنى ان الاهلي هيبقى وان سايد جيم. لا 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 لا، انت اتفرجت على محمد حسن في الهاف تايم الاول؟ افضلهم، لاعب افضل لاعب في الحركه غير عادي. انت لو عندك نفس الشكل ده كان لعيب في النادي الاهلي كمان في قطاع ان شاء الله يرجع ويبقى كويس. ف لعيبه النهارده كل واحد عنده دوافع اللي كان في الفرقه دي او في الفرقه دي. الاهلي انا عاجبني، اتكلم عن نفسي، الاهلي عاجبني ان في روح عاليه جدا وجري كتير جدا في الملعب، عايز شويه تنظيم واداره في انهاء الهجمه. هدف اداره انهاء الهجمه. عبد القادر يتعامل شويه يفكر بقى ويركز في ال1 2 مع زملاته، ما يفضلش واقف عايز يرقص كل واحد يرقص كل واحد. معاه 3 4 لازم يخلص الجيم. لازم يبقى عندي تفكير ازاي انهي الهجمه. يعني هو دي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. انما الفرقتين عندهم جري ونشاط وحيويه ودوري زي ما احنا قلنا صح، هيبقى عشان تقتنص الثلاث نقاط من كل مباراه اذا كان الاسماعيلي او غير الاسماعيلي بشق الانفس. فلازم باذن الله الفتره اللي جايه دي يكون في تغييرات في الملعب لبدايه الهجمه بالشكل الصحيح وانهاء الهجمه في ال 18. كابتن علاء، شفنا مباراه مفتوحه من البدايه من الفرقتين. مفاجاه لا، الاهلي طبيعي ان هو الاهلي هو لاعب ضاغط وكده وعايز يقول لك المفاجاه بالنسبه لنا وكلنا الاسماعيلي. الاسماعيلي بيلعب جيم مفتوح، جريدو عامل التزام قوي جدا من كل اللعيبه ودي مميزاته. راجل بيعرف يعمل التزام كويس للعيبه، بيعرف يتزام معاه العادل، بيعرف يحضر كويس مباريات بدنيا كويسين في بدايه الموسم. بس المباراه دي القصه حاجه واحده، او انا من وجهه نظري خصوصا النادي الاهلي القصه كلمه بسيطه جدا، هدوء. الريتم سريع جدا من هنا ومن هنا، عشان كده لو شفت كميه اخطاء في التمرير من الفرقتين كتير قوي. لان كله مستعجل، لعيبه النادي الاهلي مستعجله على هدف، عايزين هدف. الاسماعيلي مش مستعجل قد ما هو بيستغل المساحات اللي موجوده، بيحاول يستغلها بس بسرعه بيغلط. الالتزام الموجود في نص الملعب الاسماعيلي التزام دفاعيا كويس، لكن في مساحات، بس المساحات دي كلها ايه ما تتحل بكلمه واحده بس، واحد عنده هدوء شويه وازاي يشوف المساحه الفاضيه. الحلو في لعيبه النادي الاهلي بيفكروا بالتسديد من خارج المنطقه دي صح. واضحه لان اسماعيلي قافل كويس، لكن انا لسه انا مصر عند كلمتي، محتاج لعيب كوره في الثلث الاخير عنده عنصر الهدوء، ازاي اعمل التمريره الكابتن شريف الصح في الوقت الصح. محمد شريف اتحرك كويس النهارده احسن طبعا من المباراه السابقه، فهو ده لازم بيبقى فيه شويه هدوء، ولكن الريتم عالي جدا، مجهود كويس جدا زي ما كان شريف بيتكلم ان الدوري مش سهل السنه دي. صحيح. طيب كابتن عادل، زي ما الكابتن شريف والكابتن عادل، النادي الاهلي محتاج ايه الشوط الثاني؟ يعني محتاج اول حاجه التدعيم من نص الملعب للفيرويد او التكمله الجيده، لان انا شايف انه في فجوه كبيره في نص الملعب. احنا عاملين عمق دفاع كبير قوي، فالكره حتى الكره الثانيه في نص الملعب بتروح للاسماعيلي اكتر منك، لان هم عندهم انتشار اكتر لانه بيلعب بثلاثه، انت بتلعب باثنين وكمان عامل عمق دفاعي. فيجب ان النادي الاهلي يعمل اللي هو اللي يقرب المسافات والمساحات من بعض، ده رقم واحد. رقم اثنين ودي الحاجه المهمه قوي، عبد القادر لازم يلعب الكره السهله شويه، يعني عبد القادر بيمسك الكره كتير وبيعمل مجهود اكتر، لازم الكره اللي تشتغل وبعدين هو ما يجريش كتير بيها، لانه ما لما اللعيب بيجري بالكره كتير بيعمل مجهود كتير القرار بيطلع غلط كتير. حتى شفت الكره اللي راح وهو كان عليه اربعه الكره اتاخذت منه بسهوله، ليه؟ لانه عمل مجهود كبير وجري بيها. لو عبد القادر لعب اللمسه الواحده، طاهر محمد طاهر يلتزم شويه بناحيه اليمين، حته محمد شريف والتحرك هو وسافيو، المفترض انه سافيو
يعني نزوله ورتمه هادي شويه، لازم رتمه يعلى. بس عامل شوط مش وحش من وجهه نظري، يعني عامل شوط كويس ولكن رتمه هادي شويه. انا اتمنى اللي في الحته دي ما يعملش البلاي ميكر بس، يعمل التكمله، يعمل الجري ناحيه الاطراف، يعمل الدياجونال ران، يعمل الحاجات اللي هي فيها كره قدم بالنسبه للمركز ده. الحاجه الاخيره انه بلاش تغيير كتير مع بعض. يعني التغيير الكتير مع بعض اللامركزيه حلوه، ولكن مش التغيير الكتير. لكن المركزيه بتبقى في كوره في اتنين، لكن مش كل كوره العب هنا شويه وبعدين اروح الناحيه الثانيه، والعب هنا شويه واروح الناحيه الثانيه. وحذاري من الفجوه دي عشان الهجمه المرتده، ومدبولي وعبد الرحمن مجدي الاثنين عندهم كوره كويسه قوي، ممكن في لحظه تلاقيهم عندهم انفراد. طيب كابتن بلال، شفت الشوط الاول ازاي وحلول الاهلي الشوط الثاني لترجمه الفرص اللي جت لاهداف؟ الشوط اول شوط جيد الحقيقه، شوط جيد من النادي الاهلي وجيد ايضا بالنسبه من لنادي الاسماعيلي. يعني هو برده راح على الجول كم مره، زي ما اتفقنا هو مثبت اثنين قدام على طول، بيلعب عليهم الكرات الطوليه، بيلعب هجمات مرتده، راح اكتر من مره بهجمه مرتده. تمام، السوق عنده سوء استغلال زي الاهلي بالظبط، الاهلي عنده سوء استغلال للكره. انت فاحي في بعض الاوقات او بعض المرات يا كابتن ايمن، انت بتشتغل عشان تخلق هجمه مرتده سريعه، خلقتها رحت عبد القادر 5-1. انت متخيل موقف 5-1؟ انت رايح يعني ده جول المفترض 120%. مزبوط. يعني تتباصى ناحيه اليمين، هيبقى عايز تباصي بقى تاني، عايز تحطها في الجول، عايز ترقص، عايز تعمل كل اللي انت عايز تعمله. صح، الجري بالكوره كتير ده عيب النادي الاهلي في الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه. يعني دول الماتش ده واللي قبليه واللي قبليه، ده عيب لعيبه النادي الاهلي. بتتعب بسرعه جدا في الشوط الثاني، يعني انت بتبذل مجهود وانت بتجري بالكوره كبير جدا جدا. مزبوط. جدا، سواء اذا كان طاهر محمد طاهر او احمد عبد القادر او حتى علي ديانج او حتى حمدي فتحي، الجري بكره بشكل كبير جدا، فهيفقدك جزء كبير جدا من لياقتك البدنيه الشوط الثاني. خد بالك، وده امر مهم جدا لازم لعيبه تاخد بالها منه. احنا مشكلتنا ان احنا الملعب واسع قوي، يعني احنا عاملين ستريتش للملعب، فبالتالي الكرات الباصات الصغيره مش موجوده. لا، احنا محتاجين الملعب يبقى يعني صغير بالنسبه لنا. سببه ايه؟ احنا ما شفناش الكلام ده الماتشين اللي فاتوا. بص يا كابتن، انت النهارده عامل ايه؟ انت النهارده الاثنين السنتر باكس بتوعك بيلعبوا من بعد الدايره بشويه، ومحمد شريف واقف على خط ال 18، ملعب مفتوح كبير جدا جدا جدا. الكلام ده ممكن في بعض الاوقات وبعض الماتشات القليله جدا، لكن مش في كل الماتشات. النهارده في سرعات، لعيبه الاسماعيلي بتعرف تستلم كويس، بيعرفوا يرقصوا كويس، انت مديله مساحه في نص الملعب يعمل اللي هو عايز يعمله. هو كل مره بيقطع بيرقص بيروح عايز يعمل ثرو باس. انا اعتقد ان الشوط الثاني ممكن جريد يغير بس مرسي ونزل الكوليبالي اسرع منه شويه، فبالتالي يبقى عنده سرعه في الحته دي، لان هو بس مرسي برده بطيء، راح كام كوره بس عنده بطء في 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 في, في السرعات. فانت قادر تلحقه الاهلي. يعني ممكن يغير، انا بشوف من بدايه الشوط. بص، ممكن من بدايه الشوط ما الاهلي ما يغيرش من بدايه الشوط، يعني الاهلي الاداء جيد حلو مش وحش، يعني اداء النادي الاهلي جيد، يعني طاهر بيتحرك، عبد القادر بيتحرك، ينقص بس علي معلول يبقى اكتف عن كده شويه، اكرم توفيق برده محتاج انك تلعب من لمسه ولعبه، والحاجات اللي قدام دي المفترض ان انت بتعمل كروس على طول، فناس بتشتغل 1 2 والثانيه على طول تعمل الكروس، انما كون انت عايز تروح وترقص وتعدل مش هيديك وقت انك تشتغل كده. محتاجين نلعب بسرعه اسرع من كده، محتاجين الباصات بتاعتنا تبقى اسرع من كده بكتير جدا عشان نقدر نخلق فرص. هتخلق فرص قدام الاسماعيلي ازاي؟ لازم يبقى الباص سريع. هم في بعض الاوقات بيفقدوا التركيز، يعني النهارده في بعض الاوقات تلاقي ايه سرحان، اللعيبه بتاعتهم سرحانه، مش ماسكين المام بشكل كويس، الكرات الثابته بالذات والكرات الثابته وحتى الكرات اللي انت بتبتدي تحضر فيها بيفقد التركيز. فممكن في الحالات اللي زي دي لو انت بتباص بسرعه تقدر تخترق كويس. واحده اتعملت لمحمد شريف، يعني ممكن يعني هي الزاويه صعبه شويه، لكن ممكن تشتغل على دي بشكل كويس. يعني ما شفناش برضو الاثنين على واحد، يعني احنا عايزين دايما اكرم توفيق مع طاهر محمد طاهر الاثنين يشتغل يا جماعه، يعني تيك اوفر اوفرلاب، يعني الكلام ده لو عملته بشكل كبير تقدر تخترق فريق الاسماعيلي. لكن البطء والجري كتير قوي بالكره هيفقدك تقلك النهارده وهيفقدك خطتك النهارده. ممكن السعاده بمين من الدكه كابتن شريف؟ انا برضو افكر في محمد مجدي قفشة، وما خرجش محمد شريف، ايوه اعمل له حاله تعويضيه بسنتر فيرود جنبه كمان، وكان ممكن يلعب على الطرف بس يبقى موجود معانا، لان زي ما بيقول بلال لو هنبتدي نلعب كره اسرع ويبقى في عرضيات وفيها لازم ما حد في ال 18 يكون ليه
دخول يكون ليه شكل يستقبل الكرة تبقى هدف. فلازم مش هستنى لغايه اخر تلت ساعه وابتدي العب باتنين فراوده بقى اللي هي يا طابت يا اتنين عور مع فرقه زي دي ممكن تاذيك في كونتر اتاك يروح على الجول وعندك معلول بيبقى هاجم على طول وعبد الرحمن مجدي لما بتروح له ادي ديانج اتاذى بانذار مبكر في الحته دي فلازم تفكر في الجيم بسرعه قوي من اول خمس دقائق 10 دقائق تشوف حاله لعيبتك ايه الاستعانه اللي تقدر تترجم فيها قبل ما انت تتاخر لازم تترجم انت بسرعه الوجود واحراز هدف مبكر. رؤيتك كابتن علاء سريعا للشوط الثاني من جانبين. مش هيحصل تغيير في اللعب لكن زي ما بقول لك لازم ولا الافراد ولا الافراد مش الوقت ممكن هيستنى كولر يستنى مثلا ممكن ربع ساعه ويبدا فيه تغييرات بس هيبقى مركز بمركز يعني هيبقى مركز بمركز ممكن يستعين محمد مجدي ممكن يستعين انا شايف محمد شريف بيتحرك النهارده كويس ممكن احط محمد شريف على طرف من الاطراف ويلعب بشادي المهم عندك مسافه هجوميه كويسه ممكن كابتن شريف لكن نفس الشكل هتلاقي الاسماعيلي برده نفس الريتم ونفس الاداء لكن هي عايزه بس على قد السرعه اللي انت فيها دي على قد في هدوء شويه في الثلث الاخير من الملعب باذن الله. كابتن عادل ممكن نشوف اهداف الشوط الثاني ممكن بس النادي الاهلي لو غير ولعب حسين اللي هو شادي حسين ويلعب باثنين راس حرب وغير شويه لان الاسماعيلي بطريقه لعبه في حته الخلفيه في مساحات لما يبقى في اثنين ممكن يبقى كابتن بلال انا بس اتمنى الشوط الثاني نبتدي نسجل في بدايه اللقاء ان شاء الله لان خد بالك انت استنزاف الطاقه هتيجي اخر ربع ساعه هتبقى انت داون خلاص اللياقه البدنيه هتقل تمام يعني النادي الاهلي مطالب الشوط الثاني ان هو زي ما ابتدى الشوط الاول رتم سريع جدا 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 تضغط على طول على لعيبه الاسماعيلي تحاول تغلط تحاول تسجل هدف ده مهم جدا الشوط من بدايه الشوط الثاني عشان تقدر انك تفوز بالماتش النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين كل توفيق النادي الاهلي الشوط الثاني لتحقيق الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا